الحمد لله، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ما مضى من رمضان، وأن يوفقكم في هذه السويعات التي تتبقى من رمضان. وهذه الخاطرة الأخيرة، خاطرة الفجر الأخيرة في اليوم 30، وهكذا مر رمضان بسرعة، مر مرور البرق، مرور الكرام، ما شعرنا به ولا تعبنا منه ولا مللنا منه، وكان رمضان خير وبركة. شخصيا يعني وجدت من ألطف رمضان مر عليه، فأدعو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه أبدا، وأن يبلغنا رمضان القادم. أهذا الخير يا إخوة، هذا الخير ساقه الله إلينا على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. فرسول الله له دين كبير في رقبتنا، وله فضل علينا. والإنسان الأصيل الكريم هو الذي يعرف لذي الفضل فضلهم، ويوفيهم فضلهم، ويعطيهم حقهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب فضل علينا بعد الله، وبه اهتدينا من الظلمات إلى النور، وبه أنير لنا الطريق إلى الله، وبه أكرمنا الله. كان ممكن يا إخوة نكون من عبدة بقر، وشفت مرة ناس يعبدون الفئران، لكن الحمد لله به أكرمنا الله ورفعنا إليه وجعلنا لا نعبد إلا هو. ففضل النبي علينا كبير، ونحن في آخر هذا الموسم لا يجب أن يمر ولا يكون في الأدعية التي قلناها على مدار 30 يوم لرسول الله نصيب خاص. ولذلك آثرت ورتبت، يعني ليست صدفة، أن أجعل الأخيرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده معناه إيه؟ أريدكم أن يكون دعاؤكم في اليوم الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل أحد أصحابه النبي: ماذا أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: أجعل لك من، قال: إن زدت فهو خير، قال: نصف، قال: إن زدت، قال: أجعله لك كل، قال: تكون قد كفيت، ويذهب الله همك ويقضي دينك. إنك أنت تجعل دعائك كله للنبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا نريد أن نجعل هذا اليوم الأخير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل صلاة على النبي اللي علمها لنا النبي عشان نقولها في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، إذا تستطيع تكررها، وده احنا بنقولها في الصلوات الحمد لله، او قل في الاختصار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، او قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لان ايضا سيدنا إبراهيم له دين في رقابنا، ربنا بيقول من فضله علينا ملة ابيكم إبراهيم من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين، هو اللي سمانا المسلمين. سيدنا إبراهيم هو اللي دعا لنا، قال ربنا، لما قال ربنا: إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، هو الذي بنى البيت الحرام الذي نحج إليه. فأفضل لما نصلي على النبي وعلى آل بيته نصلي على سيدنا إبراهيم وعلى آل بيته أيضا. فأفضل صيغة أنا يعني أميل إليها هي صيغة التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأنا في هذه الصيغة المباركة أكون قد صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، ودي لها فوائد كثير. من صلى عليه يعني مرة صلى الله عليه بها 10، إن الله ربنا الله يصلي عليك 10. وما يعني صليت على النبي وفي أي وقت وحين فقد وافقت ربك ووافقت الملائكة، وأي شرف أنت بقى، أي شرف أن تكون مع إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنت الأول وافقت يعني من يعني مش وافقت يعني موافق من الموافقة، لا يعني إنك أنت أصبحت مع توافق دعاؤك أن تكون مع دعاء الله ومع صلاة الله وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي وإنت تصلي على النبي، فأنت مع الله ومع الملائكة تصلي على النبي. أي شرف أنك تكون مع الله وملائكته في الصلاة على النبي. ثم عندما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا صليت فقد امتثلت، ودي طاعة الأمر، يبقى وافقت الله وملائكته في الصلاة على النبي، ثم تعد من الذين امتثلوا وأطاعوا عندما أمرهم الله وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصليت وسلمت تسليما على النبي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في حد ذاته طاعة، طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنت توافق الله والملائكة وأنت تمتثل لأمر الله، ويذكرك الله في الملأ الأعلى على كل صلاة يذكرك 10، لا أظن ما فيش فضل أكثر من كده. فهذه كلها تتحصل، ده غير إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة الذي يصلي عليه. يعني أنت تبقى لما تيجي يوم القيامة وتحب تكون مع النبي تبقى أنت من أولى الناس، ليه؟ كنت بتصلي عليه، فصلوا عليه لأن حتى تكونوا أولى الناس به، يعني تحشروا تحت لوائه وتبقوا معاه في الظل وكذا. ندعو الله سبحانه وتعالى يعني ألا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله. فوائد كثيرة ليس الأصل إن أنا أقعد أشرح فيها الآن، لكن أريد أيضا تفهم يعني إيه صلى على النبي، يعني إيه صلاة، يعني دعاء، ويعني إيه الدعاء هنا معناه إيه؟ معناه أنك تطلب من الله أن يصلي عليه، أن يثني عليه ويرفع مقامه ويؤتيه الدرجة العالية الرفيعة التي لن تحق إلا لشخص واحد وهو صلى الله عليه وسلم. إن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونحن نحب آل محمد لأنهم آل محمد، ولأنهم خير البيوت وخير النسب وخير، نحن نحب أهله، وحب أهله من الإيمان، ويكفي أن احنا بنصلي على أهله في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فكل ما يتصل بالنبي نحن نحبه، نحن نحب آل محمد لأنه آله، وهو كان يحب أهله، ونحن نحب حب ما كان يحب، هو أبو المؤمنين وأولى أنفسهم، وأهله أحب إلينا من أهلنا، أهل النبي أحب إلينا من أهله. وهكذا كان يقول أبو بكر، قال لما ذهب وزار السيدة فاطمة، لأهل النبي، لأهل بيت النبي أحب إلي من أهلي، وصدق فيما قال، فعلا أهل بيت النبي أحب إلينا من أهلنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا، لأنهم أحب إلى النبي مننا نحن أنفسنا. إذن الصلاة على آل بيته، ثم الصلاة على أبينا إبراهيم، والصلاة على آل بيت إبراهيم، ومن آل بيت إبراهيم إسماعيل أبونا، أبو العرب سيدنا إسماعيل، وإسحاق النبي الكريم، فهذا من وأحفاد سيدنا إبراهيم يعقوب. يعني لما بنصلي على آل إبراهيم، والسيدة سارة طبعا من أهله، وطبعا بيضه من أهل النبي، أهله النسبيين وأزواجه، فأزواجه من أهله، يعني نحن نصلي على هذه الثلة والكوكبة المباركة، ونطلب من الله أن يصلي عليه. فدي لذلك أنا أفضل هذه الصيغة أن نقولها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أن نشكر رسول الله
على ما كان سببا في هدايتنا واستمتاعنا برمضان وبالصلاة وبالقيام وبالقرآن الذي أنزل عليه، أبسط حق له علينا أن نصلي عليه. وكان في كلمة للإمام أبو حامد كان يقول فيها: أيوم أولى، الذكر الله المجرد أم الصلاة على النبي؟ قال: الصلاة على النبي. قيل: كيف؟ قال: لأن الصلاة على النبي ذكر لله، عندما تقول اللهم أنا ذكر الله، صلي على محمد وعلى آل محمد، فأنت ذكرت الله وصليت، فيبقى يعني عايز يقول إن الصلاة على النبي تتضمن الذكر. فأفضل ما نفعله أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يكون بخيل ويكون جاحد ويكون عاق إذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، جاحد، جاحد للفضل بتاع النبي عليه، وعاق لأن النبي بالنسبة للمؤمنين كالوالد، فاللي عقوق النبي أشد من عقوق الوالدين، أشد 1000 مرة، لأنه أفضل من والدين، أحب إلينا من أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى بالمؤمنين مش من آبائهم، من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأبسط شيء وإحنا بنختم شهر كبير فضيل كان هو سبب في هدايتنا إليه وفي صيامنا وفي قراءتنا وفي تلاوتنا، أن نصلي عليه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلوا له كده دائما في صلواتكم وأدعيتكم وفي كل شيء تصلوا عليه، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. صيغة تاني أظن حافظينها، مش محتاجين نقولها لأن أنتوا بتقولوها في التحيات كل يوم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا، وأن يرفع الهم والغم والوباء والبلاء عن الناس جميعا، وأن يحرر بلاد الإسلام، وأن يأزل بالأمن والأمان في كل ربوعها. ويعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنكم ويؤمن أبناءكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير.